كل شيء على النت ما تسمع. حطيت بيض على شعره بيض وحرقت له شيء 3 طبقات. انه بتحطي مايونيز بيض وخل. كثير بنات بيعملوا شعراتهم بالعصير من تحت. وين الضوء؟ مرحبا، شو الاخبار؟ اليوم الحلقه رح تكون للبنات خص نص. رح اسالهم عن خلطات، وصفات، فيديوهات ممكن تابعوها وراحوا طبقوها على حالهم وندموا. يعني ممكن تكون شيء بخص الشعر، قصت غرتها، ممكن الكنزة عملتها تنورة، في تخبيص كتير من هاي القصص. فحنشوف شو عاملين وشو مساويين، وانتو كملوا الحلقة للآخر. كملوا الحلقة للآخر ولا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. ويلا هلا نحن اليوم عم نسأل عن تخبيصاتنا نحن البنات. لا تقلي لي ما خبصتي، لأنه خبصتي بعرف. عايزة حضرتك كلياتنا منخبص طبعا. تمام، يعني بتشوفي فيديو بتجي بتطبقي. احكي لي تجاربك. طبعا أوعية كلها مقصقصتها كلياتها وعاملة موديلات تبع الكنزة بتصير قميص. يلا ايوه، وكلياتها وكنزات أخي، يا حرام وكنزات أبي. ليه طب شو بدك بالعائلة؟ ليش إنه نحطوا تيابن عنا؟ يستأجروا بيت لتيابن؟ يستأجروا بيت لتيابن؟ أنت صايرة قاسية. طب شو إحساسه مثلاً أبوك لما لقى إنه بنطلونه مثلاً مقصوص؟ والله فعلياً ما في تفسير. إخواتك كذا؟ والله يا حرام أخي كل أسبوع بيشتري غراض جديدة مشان ما أقدم له. وبواطة كلياتها طبعاً معك. كل أسبوع بيشتري. بتلونيها أنا البواط؟ كنا نعمل هيك نحنا من زمان. تحت هي كلياتها بزبطه، وأحياناً وحارقت له شي 3 طبقات. ليه حارقتيهم طيب؟ هن بواط بيض، أنا بحطهم بالشمس. فبيصفروا هنن وبنحرقوا وطالع لقيهم بالشمس وبيحرقوا بالقداحة. انت مأذية كتير والله يا شرير. طب شغلات مثلا للشعر، للمكياج، لهي القصة، الأكل ما شلون شو عملتي؟ ميشتش 3 مرات، سحبت لون ورجعت حطيته ورجعت عملت وكذا، وآخر شيء قصيته. قصيت غرتي شديتها هيك قلبتيها هيك قلبة ليك بيقولوا لها لا دغري شديتها ما قلبتيها حتى. بس كنت صغيرة عم بتواسي حالها، يعني انه كنت صغيره يعني ما بيأثر. طيب انت هلا يعني بتندمي ولا لا مبسوطه بحالك؟ لا، لانه بدك تجربي يعني، والواحد بيتعلم من كيسه. اذا ما جربتي تعلمتي يعني. طب شو تعلمتي انت هلا هيك؟ اعطينا نصيحه للبنات كلهم. الغره يا شباب، الغره اعكم تقصوها. لك شو ندمانه. هلا السؤال اليوم، هلا نحن معروفين نحن البنات كثير بنتابع شغلات المكياج واواعي ومدري شو الشعر. فبتشوفي فيديو بتصير بدك تطبقيه، خصوصا اذا كنت قاعده بالغرفه لحالك. سويت بيضه لخلطه الشعر، بيضه هيك قال بتطول الشعر. ايوه طول. حطيتها بعدين ثاني يوم فقت لساتها شعري مدبق. وامك شو كان حكي عليك؟ هذا الكل بس ما استفدتي. كمان خلطة بالمايونيز كمان ما استفدت. ايه القرف ده يا جدعان؟ كمان لطويل الشعر. انت كان عندك مشكلة انه يطول شعرك فبنبلش. ايه شو كمان؟ انا مرة قالوا لي ما لازم اسنان، كانت شاشة مكسورة، عم رح تجربها اذا بيصير ولا لا. السلام على الذكاء. شو صار؟ ما زبطت. ما تلزيت؟ غريبة مع انه هي زبطت معه. شو كان احساسك؟ بالياس. بتضلي بتعيديهم ولا انه خلص استوعبتي؟ خلص ربيت. ربيتي؟ شو كمان مثلا اخواتك كذا فئاتك عملوا شي شغله غريبه؟ ذكروها، تعي فسدي عليها. هي اكبر منك. حطيت بيض على شعره بيض الزنخه. ايه حطيته على شعره، بعدين حمام البانيو يي ريحته بتقرف. هلا هي حكت لنا اياها، بدنا شغلات ثانيه. تعي يلا الكل يفسد على البنت. يلا حطت زيت خروع ويا ريت طول شعرها، صارت تنق ثاني يوم وضلت تنقش سنتين. هلا لك خلينا نتفق، زيت الخروع مفيد بس يعني تغطي كل الدنيا زيت خروع؟ لا مره قصت غرتها بعدين ضلت تبكي مدري كم شهر. في بخاخ العرق الغطاء قال بكبر الشفايف، حطيته هيك ثاني يوم هون كله صار ازرق. شو خطر لك بغطى العرق؟ شفت فيديو على تيك توك عم تعمل هيك، فبعدين عملت هيك انه بعد 10 دقائق كيف صار؟ عم عملته انا هون صار كله ازرق لتاني يوم ضل معلم. هلا انا حاسكم جايين انت هيك والعائله كلها سياحه او شيء، منين جاي؟ من ابو ظبي. من ابو ظبي. حلو، كيف الزياره؟ جنة. مبسوطين؟ ايه كثير حلوه سوريا، ولقطناكم. هلا بدك تحكي لي عن شغلات شايفتيها او مجربتيها، مثلا تغيري ثيابك، مكياج، خلطات طبيعيه، هي القصص. هلا انا كثير مجربه اشياء، انا كثير بحب الفاشن اول شيء، فانا كثير بحب كمان اني لبشرتي اعتني ببشرتي شعري وهيك اشياء، فكثير مجربه ماسكات لشعري، مايونيز، ريحته مو حلوه ابدا. شو كمان طيب؟ ممكن كمان قصيت بنطلوني. يعني عملتيه موديل ولا لا؟ حرمتيه شورت. حرمتيه يعني ما زبط؟ ما زبط. لا ما زبط. هي المصيبه، مرات كثير بنعمل شغلات ما بتزبط. طب شو كمان؟ ماسكات للوجه طبعا، مثلا مثل حبوب وحساسيه مثل شو ما نعملهم يعني. في كثير كل شيء على النت ما تسمعه، كله كذب. كله كذب. طب شو بتتابعي اكثر شيء؟ نيو دوز.
الله. انا جاي من الامارات، انا جاي من الامارات، بقول بدي امشي بالاماريه بس مشان اشوفكم. يا عمري تو هي لقطناكي ومسكناكي. كثير بنشوف فيديوهات على التيك توك وعلى الانستا وعلى هيك، يعني كثير بنات بتعمل حركات، فبنعد احنا مثل الجدبان بنقلدهم. عادي بنعترف. بنعترف يعني الصراحه راحه. مره كنت عم بعمل ماسك بندوره وسكر على اساس انه يعني بيقشر الوش هو، فحطينا بندوره وسكر انا كنت انا وبنت عمي عم نجرب، ما زبط ابدا يعني حسيت هي اللي يزبط يعني. يعني مدري كيف صار، ولا بيقولوا مثلا سكر وعسل او تبع البيض اللي بتقول عليه الست ده، من احنا بنجرب هن بحطوا شغلات نحن بنجربها مستحيل تزبط علينا، بس هن بتزبط عليهم ما بعرف ليه. موقف ابدا مزبط. ما بكيتي؟ بلاش اكيد يعني انتزع وشي. اجباري بدي ابكي، مو انحرق قلبي طبعا، انكسر مو بس انحرق. طيب شغلات تانية ممكن بشعرك، ممكن بلبسك. مرة بنت عمي راحت لعند وحدة قالت لها تعبي اصلي لك غرتك، فكرت انه عن جد، قام راحت اصلي لها فرمت لها لهون. يلا معاناة البنات مع الغرة مو طبيعية. افكر كل البنات اللي طلعوا معي يعني كان الختام انه لا تقصي غرتك. ايه طبعا لا تقربي على شعرك بنوب، مو بس ابدا غرتك. ايه طب جربتي مثلا تصبغي هيك وانت هيك قاعدة لحالك بالبيت؟ قلت يلا ما في حدا بالعصير. ها كتير بنات بيعملوا شعراتهم بالعصير من تحت. انت فاهم كويس ولا فاهم كويس؟ انا هي ما بعرفه، ماني مجربتها انا، بس يعني بشوف يعني رفقاتي كتير بيعملوها، بيقولوا لي يعني بنعمل شعراتنا من تحت بالعصير السكويز. ايه طبعا. كيف طيب؟ بتحطي السكويز بتحليه، فوقت بتحليه بتحطي على شعرك بياخذوا الشعر ياخذ لون. لكن كيف تشوفي البنات عاملين شعرهم من تحت؟ والله طلع بالعصير. لكن مو شيء. وبس تتحمم ايه بيروح يعني، بس بيضل معلق على شعرك. انا قاعده مشان ننصح البنات انه ما يعملوا هذا الشيء، انا هلا بس سمعت هي رايحه على البيت جربوا. مرة شفت انه بينتشوا البنطلون من تحت بالملقط، رحت سويته وبعدين ما زبط صرت ابكي. انتزع البنطلون. انتزع يعني مبسوطة؟ خرب يعني، كان جديد. كان جديد وعملتي الحركة؟ احنا مرات يعني اذا بدنا نغير البنطلون بيكون قديم حابين نغيره. الله يسامحك. الله يسامحك. الله يسامحك. طيب انت هلا انا مره شفت مقطع على التيك توك، فانه لما تقصي تساوي غره من هون ومن هون تعملي شعرك وتقصي بصير ايوه جربته وما زبطت معي. بس هلا هلا بدك توصفي لنا كيف كان شكلك. ايه كان شكلي والله بيخزي. طيب يعني كيف طلعتي؟ شو صرتي تقولي لهم يعني؟ صار يقول لك انا ليش هيك شعرك؟ شو تقولي؟ ضبيته ضبيته وصرت احط له من هون شكله من هون شكله. ما عاد استرجيت. ايه والله. طب وامك مثلا اهلك ما حكت شي معي؟ قالت تستاهلي الله لا يهمك. طب غير هيك مره شفت كمان خلطه انه بتحطي مايونيز وبيض وخل بعدين حطيته على شعري ايه ده ايه ده. ومن يوميتها قصيته والله انه انتزع. من يوميتها انا عم ببكي. ايه والله بعدين قصيته على شعري. كانت مبسوطه؟ شو بدي احكي، يبدو انا مش زعلانه والله. ما فيش حاجه، في ايه؟ انت فاكرني زعلانه؟ البنات يلي هن عم يخبصوا مثل ما اي حدا فينا عم يخبص، ما تجربوا هالشغلات، لا حدا يجربها. طب انت اعطينا شغله ثانيه كمان عاملتيها. انا هلا لا انا بقولوا لي انا ما مستحيل يعني كيف ما معك شغلات انه انا ما بتزبط علي، بتزبط على غير بنات، مثل اللبن ونشا بحطوا على الوش بتحسس وشي منه. انا انت عكس البشر الجاية تقريبا. هلا نحن اليوم عم نسال الصبايا عن تخبيصات البنات، يعني مثل ما بتعرفي كلياتنا بنخبص وبنعمل وبنساوي وكذا، بنشوف ما شاء الله ما احلى مقدم. عن جد؟ ايه فانه بتلاقي البنات انه قاعدين عم يشوفوا فيديوهات ويقلدوهم وكذا، شو شايفه ومقلده؟ اكثر شيء بالشغلات بتطلع على اليوتيوب انه منشان التجميل والشعر، وبقولوا لك مكونات تماما. انا هدول اللي بدي اياهم، بدي شغلات مجربتيها. ايه بقولوا لك بندوره مع سكر دهني على وشك بيبيض ليمون. شفتوا بيبيض من شوي؟ كان شو كان من شوي في وحده قالت لي للحبوب ايه حب الشباب كمان، شيء للتنحيف، شيء لشد البطن، شيء لتطويل الشعر. وهذا ايه انت هلا منهم شو عامله؟ هلا عامل لك عملتها للتقشير البشره وهي ما استفدت شيء. تقشرتي يعني؟ لا ما تقشرت. طب شغلات تانية ممكن للشعر، خلطات طبيعية، بصل مع ثوم وما بعرف شو حطيه بالشامبو مدري الملح. كمان حطيه بالشامبو بيطر الشعر. أي شيء بالمطبخ روحي اعملي فتلة حطيهم بالشامبو. أيوة هاي. عملت
عملت وش مخدي. شغلي كانت عندي قطن ظريفة بالبيت، عملت وش مخدي. قسطان عملتي مخدة؟ ايه بس وجهي، اما الحشوه تكرم اكيد يعني. لا انا قصدي يعني وش المخدة عملتيه من الفستان؟ من الفستان ايه. بتزبط بتزبط على فكره، بس اكيد على الماكينه بدك تساوي. عملت مقابله مع حمودي. ما بيحكي؟ لا بقول دادا بابا بس. قول دادا. طيب سنه وشهر. طب بابا ماما عجبك الضوء؟ وين الضوء؟ وش فيك انهبلت؟ لك كنت بيضحك. ضحك امانه 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 جكارة بمحمد الضحك. كمان اسمك محمد؟ خلاص عصب. مرة كنت عم أعمل خطة شفتها على الانستا، عصفر وما بعرف ايش حطيتها على ايدي ووشي وطرق تفتيح او تقشير. ايه تقنية التقشير. فحطيتها انا تركتها تقريبا شي نص ساعة، المهم هي كانت بس دقيقة او دقيقتين. ايه فانا حطيتها بعد ما لبت لطبخة. بعد ما غسلت ايدي ووشي وهيك طلع كاني هيك بدلك انه كله اصفر. طلع منظري بجنن. شو كان شعورك؟ او عم تخيلك انك كلك صفر؟ لا بس صاروا اهلي بيضحك عليه وبالليل الساعه 12. تخيلي ما يضحكوا يعني. احكي لي انت. جبت فازلين حطيته بعلبه صغيره وحطيت فوقه انه الوان، وصرت اخلطه وحطه على وجهي واتمكياجه هيك يعني. ايه فانه بعدين عم حاول اني شيله ما انشال، ضل معلق ولزق على الموشي. ايه بس ما انشال. والحمرة انه قصيتها واجيت اني حتى دوبها وارجع اعملها. ايه فانتزعت الحمرة وبهدلتني امي. الله برافو حبيبي، برافو حبيبي. دورك. انا كنت عم حاول اعمل ماسك هيك قاعدة بالبيت. انه هي المصيبه بس تتركونا بالبيت لحالنا منبلش. اول شيء رحت مسكت علبه كريم نيفيا، حطيت شيء نصها تقريبا، رحت مسكت حطيت فوقها معلقتين سكر وحطيتها على وجهي. ايه يا شيخ؟ ايه اللي نشو صار. انا قاعده عم بحضر، بعدين غفيت وفقت، عم حاول روحة عم نجي ما عم تروح، ما عاد راحت. اجت امي شو عاملة بحالك؟ ولا شي ما عاملة شي. فتت صرت افرك وجي ما عاد راحت. اخر شي بس راحت صار وجي كله يقشر. هلا مثلا مرة بسكت مقص قصيت غرتي. ملاحظين كيف كل البنات بقصة الغرة؟ فكانت غرتي لهون صارت لهون هيك بس؟ لهون هيك. ايه واحكي لي مشاعرك. فمشان وقت قال غطي العمل رحت قصيت رجعت من هون. او زادت يعني صار في هيك شغلات منبزه بس. ايوه بس يا دوب الجذور. مره جربت ماسك البندوره والليمون والزيت. شو هذا لشو؟ بالشباب على فكره. لمن شوي قالت لي وحده على البندوره بس كان للتفتيح. انا بعرف الحبوب بالشباب. ابصروا ولا شو بقى؟ زادوا الحبوب. زادوا. لا فرحانه. ما بصح البنات أبداً يعملوها. يعني وجهنا لهيك رسالة قوية للبنات اللي بضلوا يخصوا. ما حدا يلعب بالمقص وما حدا يجرب البندورة أبداً على الوجه. مرة كان في حدا بحبه كتير كان عم يحكي معي بالليل، قال لي شو بدك تتعشي؟ قلت له والله حابة أعمل بندورة ونعنع وبيض وبصل، هي يعني عبارة عن خبيصة أنا بحبها أطول أكلها. هي أنا واخترعتها وبحبها وبدك تحبها معي. إيه ده في إيه؟ فهو قال لي انه يا بتقرف انه شو بدك تحبها معي. وقتها صورت له عن جد طلع شكلها مقرف فبص الطعمه واو. وهيك كانت حلقه اليوم. مثل ما شفتوا كيف كانت اجوبه البنات، يعني كان في كتير اجوبه صادمه. فانتوا كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو مجربين شو عاملين وهي القصص. وكمان لا تنسوا تحطوا اللايك اذا عجبكم الفيديو، ورايكم باللايك رايكم بالحلقه. وبس هذا كان كل شيء. يلا باي.